مالوروزمون الحمد لله الاصدقاء جميله جدا، لا من الناس اللي قرابين ليا، لا من في المواقع التواصل الاجتماعي كنشوف لي كومونتير ديال الجمهور. يعني الجمهور رحب بهذا العمل، الشخصيات كلهم ماركاو الناس وقرابين للقلب ديال الجمهور. فوالا والدور ديالي الشرطيه جيسبيغ هو الدور اللي ما غيعجبش بزاف الناس، حيت انا هي هذيك اللي كتمشي تنكد على هذوك الشخصيات اللي الجمهور كيحبهم واللي كنحقق معاه كل شيء. فوالا والعمل دابا راه مازال كيتعرض وجيسبيغ يا ربي يكونوا اعمال اخرين في المستوى ديال تطلعات الجمهور. الاجواء ديال التصوير وسورتو مع المجموعه ديال الاصدقاء الفنانين اللي ذكرتي وكلهم اسماء وزينه في الساحه، كتكون اجواء ديال العائله، سي دي زامي افون تو، اللي كتكون خدام وسط الناس ما كتواصلش معاهم، كتكون غير خدام يديكو كتحس بالارهاق، ولكن وسط الحباب الخدمه كتولي نزاهه. في الاول قبل ما يبدا يتعرض البرنامج ديال ستاند اب شفت الناس كيقولوا واش جاب نورا السقلي، اش داها لتما، علاش جاب نورا السقلي للضحك. غير نوضح هذه المساله ديال انني استاذه، انا جو سوي اون فورماتريس دي جينيراسيون افونيغ، لا في الكوميديا ولا في التمثيل عامه. يعني انا استاذه كنقري الاجيال اللي جايه. يعني الا كنت تما راه ماشي بمحض الصدفه، الا كنت في اللجنه ديال ستاند اب ماشي بمحض الصدفه، بانني على درايه بواحد المجموعه ديال التقنيات اللي خص توفر عليها الفنان سورتو الكوميدي. وفوالا جيسبيغ ان لا توش ديالي ولا لا بريزونس ديالي في هذا العمل تكون عندها واحد الاضافه ايجابيه. كندير خدمتي، انا داير بحال هكا ملي كنكون مصاوبه في شي بلاصه، دابا حاطيني في لجنه التحكيم خصني ندير خدمتي انني فريمون نحط يدي على مكامن الضعف ولا مكامن القوه عند هذاك الفنان اللي كنشوفه. يعني يمكن غالب عليا هذا لو كوتي انني سيريوز، كندير خدمتي بصح، وهي التلفازه خصها شويه التحراميات، خصك دير خدمتك وتحايل. يمكن هذا الشيء سبب فيني افيك لو طون انني نتعلم نعطي الملاحظات، يمكن بشي طريقه اخرى جو سي با، بين قوسين ما كنتفرجش بقى، ما عارفاش راسي، ما عملتش لوطو ايفالياسيون ديال شنو درت جيسكا مانو، تنتفرج ونقول لكم. بعد انا سعيده لانني خدامه مع جوج الناس عزازين عليا، لطيفه بنت قاسمي، لطيفه اون في لي زيتود اونسومبل ديال لي زاداك، يعني ماشي شي وحده اللي عاد عرفتها البارح. وسي الخياري عرفته مؤخرا في الاعمال اللي شاركنا فيها بجوج، واكتشفت فيه الانسان الطيب الفنان الكبير. مي كنقول كبير قلبه كبير يسع الجميع. يعني الاجواء ديال ستاند اب كانت سهله بالنسبه لي لان تلاقيت مع ناس عزاز، والخلاف ولا الاختلاف اللي كيوقع باننا ملي كنكونوا في كنديروا الاجتماع باش نشوفوا شكون اللي غيتقصى شكون اللي غيبقى، يعني انا كنظن الخلاف والاختلاف اللي كيكون بيناتنا هو صحي، لان كنناقشوا مزيان اي كا قبل ما نعطيو التاهل لهذا ولا لهادي. يعني انا كنظن اننا كون كانوا الناس كيفكروا كلهم جو سيبوز انك كانوا ثلاثه الناس كيفكروا بطريقه واحده ما غتكونش مساله صحيه، ما يمكنش. خص هذا الخلاف وهذا الاختلاف والنقاش يكون حاد باش نوصلوا فريمون اللي كيستحق يدوز هو اللي غيدوز. لا هو كاين بزاف ديال المواهب، ما نقولش تظلمات، هو الظروف اللي ظلماها، الظروف ديال انهم كاين واحد الفراغ. انا ملي كنعقل ملي كنت صغيره كنت كنمشي انا في مدينتي اصيله الصغيره، كانت واحد دار الشباب، كانوا جمعيات كينشطوا، كاينه واحد الاساسيد كيوجهو كيقول لك شنو كتبغي التمثيل اجي ديري هذه، كتبغي الغناء اجي ديري هذه. دابا كنشوفوا لي جون سون ليفري ا او ميم اي سي تريست، بوحدو ما كاينش اللي يوجهو، ما كاينش اللي يوريه، ما كاينش اللي يعلمو، ما كاين لا كونسيرفاتوار لا دار الشباب لا شي. هذا محزن، هذا شيء محزن. انا كنقول ماشي حنا اللي كنظلموا ولا البرنامج ولا التلفازه، اللي كيظلموا هي لانفراستركتور اللي كاينه في هذا الباب اللي كتعطي اللي في البلاد ديالنا المغرب للاسف، اللي كانت شي حوايج وفقدناها. جيسبيغ يا ربي ان الدوله اللي ريسبونسابل في البلاد يردوا البال لهذه المساله هذه. لي جون سون ليفري ا او ميم، كيحلموا ولكن ما لاقينش اللي يشد لهم بيدهم يعلمهم صنعه، يعلمهم حرفه، يعلمهم كيفاش يكونوا فنانه، اللي بغى يكون فنان، اللي بغى يكون اي حاجه. الا زدنا الجزء الثالث ماشي غير باش نزيدوا الجزء الثالث، ولكن باش نضيفوا وتكون واحد اضافه فنيه، واحد اضافه في لاكاليتي. يعني وما نطيحوش على داك الشيء اللي درنا قبل، بتاتر
peut-être qu'il y aura une troisième saison, pourquoi pas. ولكن خص ان كونسيبت خص ماشي غير نجيو باش نمددو كيما نقولو كنشبرو المسكه وكنبقاو نجبدو في ليستوار خص يكون ان كونسيبت بوتيتغ لي زونفون دو بنات لالا منانه بوغ تريتي جوستومون لي بروبليم دي جون فهمتي نشوفو لا جونيس ولاد هاد البنات هادو فين عايشين شنو كيعانيو بوتيتغ ما علاش لا كنحيي الجمهور المغربي كامل لا داخل البلد ولا خارج البلد واللي كيتبع الاعمال ديال نورا السخلي واللي كيبغيني واللي ما كنبغينيش كلكم كنحييكم وكنتمنى يا ربي كل اطلاله ديالي تكون خفيفه على قلبكم وان اي عمل كنقدم يكون في المستوى التطلعات ديالكم وكنحبكم بزاف تحياتي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.